الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا قبل أن نتحدث بعد شكر الله وحمده نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أذكى آيات التهاني والتبريكات حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي أحد أبو ظبي، وإلى الشيخ راشد مكتوم حاكم دبي، وإلى منظمي هذه الجلسة هذا المؤتمر، في مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان حفظه الله. إخوتنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نحن كلنا متفقون على أن المسلمين يواجهون في جهات مختلفة مشقات وتحملات من جهة الإرهاب والتطرف، ومن علاماته الانفجارات التي وقعت في المملكة العربية السعودية وشهداء الإمارات، وكذلك كثير من الواقعات نسمعها من الإرهابيين والمتطرفين. لذلك إن هذا المؤتمر الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام زائد الخير رحمه الله تعالى مناسب لهذا الوقت. أيها الإخوة، علينا أن نتفكر في استئصال هذا الإرهاب والتطرف بعد الاتفاق من كلنا أننا نواجه مصيبات المتطرفين، فعلينا أن نتفكر كيف ننهي هذه التطرفات، هذه المصائب من جميع العالم. أنا أنبهكم، لا سبيل إلى الإبعاد عن التطرف إلا الرجوع إلى الإسلام الحقيقي وإلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإننا نجد في القرآن الكريم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يحب التطرف والإرهاب، بل مع الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، ولكنه يعلمنا التعايش السلمية في جميع العالم. في غزوة خيبر فاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع ذلك بعد غزوة الخيبر أسكن اليهود في نفس المكان ولم يقتلهم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بعد الفتح وكان حاكما وكان كحاكم في مكة والمدينة، وكان يمكن أن يقتل الأعداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع المشركون الخائفون اذهبوا وأنتم الطلقاء. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن المسلمين أمة واحدة كلمتهم واحدة وكعبتهم وقبلتهم واحدة، عليهم أن يتفقوا على استئصال الإرهاب والتطرف من هذا العالم. يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أقرب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قام بالعصبية. وإذا هذه العصبية والتطرف ليس من الإسلام، والإسلام يدعونا إلى السلام إلى التسامح. وكان الشيخ زايد رحمه الله كثيرا ما يدعو الناس للسلام، وكان يقوم بالسلام وينفق للسلام ويجتهد للسلام. فهذه أسرتنا، فعلينا أيها الإخوة إبداع برامج عديدة تهتم بنشر منهج الوسطية والاعتدال على مستوى العالم. ثانيا، إقدام أهل الخير والصلاح على توحيد صفوف المسلمين حسب المستطاع. ثالثا، علينا إعداد حلقات نوعية مما تساعد على تراجع المنحرفين عن منهج الإسلام الصحيح من أفكارهم الخاطئة. ورابعا، وهو أهم شيء، تعليم الأجيال المستقبلة عن آفات التطرف والإرهابات، وتعليمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله: وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما قيل لعائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، والقرآن الكريم علمنا أخلاقا حميدة، أخلاق التسامح، أخلاق العفو، أخلاق اتحاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا التفرق والتشتت هو الذي يؤثر الفتنة في أنحاء العالم. فعلينا أن نتحد على كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلينا أن نتحد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها للأجيال المستقبلة لئلا يكون التطرف والإرهاب منهم. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل ارحموا المسلمين فقط. والله سبحانه وتعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم عباده في الدنيا للمسلمين وغير المسلمين وللظالمين والمشركين والمسلمين وجميع العباد. الرحمن، الله سبحانه وتعالى رحمن، فعلينا أن نتعلم من هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. وكذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين فقط، بل أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. العالم يشمل الكفار والمسلمة وغيرهم، واليهود والنصارى والمشركين، وكل الإنسان يدخل في هذا العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس لنا ملجأ لإصالة الإرهاب إلا تعليم الجالية المستقبلة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. إنكم تعرفون صلاح الدين الأيوبي. انتهى الوقت. وهو أيضا عفى عن كثير من الناس، كذلك كل العلماء والصالحون ما شاء الله عفوا عن كل الناس، والعفو شأنهم، والرحمة شأنهم، والاتحاد شأنهم. فعلينا أن نتحد على هذه الكلمة. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا لهذا الاجتماع ولهذا المؤتمر، ونشكر المنظمين على هذا المؤتمر، والحمد لله رب العالمين، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.